بعد رجال كان عنده ولدين. فد يوم الولد الصغير جاء صوب أبونه وقال له: يا بابا جيب لي القسم الفلوس مالي. أبونه جاب له قسم الفلوس ماله، تعا قسم الابن الصغير وقسم الابن الكبير. عقب كم نهار الولد الصغير قام وافد فالدولة راح بإيدي، وهنيك عش ما كان عنده فلوس اخرج الفلوس ماله. بس هو اخرج الفلوس بالاحكيات ما كلها يتأمليه، اقماع ومشروبات ونسوان. هو سوى احكيات ما كلها يمليه، ومن خلصت الفلوس ماله صارت بالهاي دولة قحطية، وما كان عنده فلوس لدي ياكل شيات. عقب شوية صار جوعان وبدي يفكر اش ما ايش يسوي. من فكر قال: ابوي عنده صنئيات كثير لدي هم ياكلون احسن مني، وانا هوني قد اموت من جوع. اقوم واروح ارجع لصوب ابوي واقول له: يا بابا ارجوك سويني مثل هاد واحد من الصنئي مالك. من انا كنت باي الدولة رقيبي سويته حكيات مامليه. من هذا من الولد رجع البيت من أبونه عيانه من رقيب. الولد قيجي صوبه هو ركض أبونه ركض ابنه وقال له: يا ابني يا ابني يا ابني أشلونك؟ وقال: أنا ابنك بس أنا ما أثق أكون مثل ابنك الذي أنا سويته حكيات كلش مامليه. أبونه بلجل قال الواحد الأصناع ماله: أركضوا لأخو جيبوا له أحواس، جيبوا الأحسن محبس مالي وجيبوا له أحكيات لأخي الذي أسوي له، وجيبوا فلتلي الذي نسوي فد إياشي. هذا ابني كان مثل ميت بس هسا قام من الأميات. أبونه قال: نحن كلتنا مكيفين الذي أنت أرجعت صوبنا. هذا الحكية قال له العيسى المسيح، يقلنا أشقد الله يهبنا. هو يريد يقلنا يعني نحن مثل هذا الولد الصغير باي القسم بلد الحكية، ينراد نرجع لأبونا يعني هو الله. نحن همي رحنا بلدارنا، كل واحد مننا راح بلداربه مثل هذا الولد الصغير بلد الحكية مالنا. بس الله يهم كلتنا ويريد لدي نحن هم نرجع لأبونا. الله سوى كل شيء لدي نحن انتيق مثل هذا الولد الصغير نرجع لصوب أبونا. هو بعثوا عيسى لدي هو ابن الله، وهو مات بمكاننا بمكان كل الاحكيات الدنيا لدي نحن سوينا، وهو هسا يتيق ينزفنا. بس نحن ينراد نرجع لله، نحن ينراد نعاين كل القسامة اللي سوينا مامليه بقلبنا. نحن انتيق نحكي ويا الله وهو يسمعنا. يناد نحن نصلي ونقول لله هكد: الله أنا سويت كثير حكيات ما دوني، بس أنا هسا قد أؤمن بالإيسى ابنك الذي هو مات من جدواي، وهو يتيق هسا ياخذ كل الحكيات الدنيا انا سويته بينه. انا ما قد اريد اسوي بعد حكيات دوني، انا قد اريد اروح بدرب عيسى، وانا قد اريد لدي انت تكون ابوي، الله ابوي، وبس انت اتيق نزفني وانا اكون مثل اولادك خاطر اشمس والي عيسى. امين.